عبد الرحمن عامر فخر الزغل. في 18/8 كنت نازل أشتري خبز، طلعت على راس العمود، حكالي ما فيش خبز، ضليت نازل على سلوان، بعديها مش متذكر إشي. صحيت بالمستشفى لقيت شرطيين عندي، وأمي كيف شافتني إني فقت وكل شي تمام، إنه صارت تعيط وهيك، فما كنتش قادر أحكي، ما كنت، كانوا مكلبشين إجري، أنا مش حاسس، ما كنتش حاسس بإجري، فقدرت أتكلم بعد في كم من يوم. حكيت للممرضة أنا شمالي ليش الشرطة عندي وبدخلوش أمي، حكت لي أنت طخوه. بعد 16 يوم أخذوني على السجن، طبعا لازم أضل أنا بالمستشفى، بس خطفوني خطيفة وضلتني رايح على السجن. السجن أهون، بس طبعا شفت أمي مش أهون، ضليت غاد برضه 16 يوم، رحت على المحاكم مش على المحاكم، طبعا جوا المستشفى هذاك الشرطة كانوا يغلطوا علي، كفروا علي، وأروح على المحكمة وأضل لحالي، خلص الواحد بزهق لحاله. فلما يحطونا مع بعض كنت كيف إنه في ناس معي والله مبسوطين وهيك. فآخر محكمة روحت، قدرت أروح، ما كنتش قادر أمشي. إذا بدك بورجيك فيديو كيف خواتي مسكيني وأنا بطلع الدرج، لأنه هون في طلقة برضه، ما كنتش قادر أمشي. هذه ضليتني عايش مع الحياة طبعاً. وفي المستشفى حكيت لواحد إنه راسي رح يرجع زي أول، حكالي هذه مش الجمجمة، هذه الدماغ.